بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الخامس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. في حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر فليفطر على تمر، فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور. هذه الأحاديث كلها في الحث على تعجيل الفطر من الصيام اليومي، وذلك إذا تحقق غروب الشمس، لأن الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل، فجعل الليل غاية للفطر، والليل يبدأ بغروب الشمس، فالمسلم يصوم من طلوع الفجر إلى بداية الليل، وبداية الليل بغروب الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فوقت الإفطار هو غروب الشمس. غروب الشمس يراد به سقوطها في الأفق، سقوطها في الأفق، وليس المراد بغروب الشمس أن تختفي وراء شيء مرتفع كالمباني والجبال ومرتفعات، بل المراد أن تغرب في الأفق. ولذلك جعل علامة الغروب إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب، هذا علامة الغروب. أما إذا غابت من وراء مرتفع ولم يقبل الليل، لم ترى الليل من المشرق، فهذا ليس هو الغروب المقصود، ولا ينتهي به النهار. أما المراد بالغروب الذي ينتهي به النهار ويبدأ به الليل، هذا هو الغروب الذي هو نهاية الصيام للمسلمين. وهذا يعرف بالمشاهدة، أي إذا كنت ترى غروب الشمس بنفسك، يعني كنت في مكان بارز ترى غروب الشمس، فإنك تعتمد على ذلك، على غروب الشمس. أما إذا كنت في مكان لا ترى غروب الشمس، كأن تكون في منزل أو في غرفة أو مكان لا ترى غروب الشمس، فإنك تعتمد على التوقيت، تعتمد على التوقيت الحسابي وأذان المؤذنين، تعتمد على التوقيت وعلى أذان المؤذنين. أو إذا أخبرك ثقة ما في توقيت، ما عندك توقيت ولا تسمع أذان، وأنت ما ترى غروب الشمس، أنت في مكان ما تستطيع البروز والخروج منه، تعتمد على خبر الثقة. فإذا أخبرك ثقة أن الشمس قد غربت فإنك تفطر. وفي هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الإفطار إذا غربت الشمس، وأن ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تؤخر الإفطار وتقول: أريد زيادة الخير وأنا عندي قوة وقدرة وأريد أن أزيد الصيام وأمدد الصيام، هذا لا يجوز، وهذا لا يحبه الله، لأن الله يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. يفهم من ذلك أن الذي لا يعجل الإفطار أن ذلك يكرهه الله سبحانه وتعالى، وأنت تلتمس رضا الله وتتقي
سخط الله. إذا كنت تلتمس رضا الله فبادر بالإفطار عند غروب الشمس ولا تؤخر، لأن هناك من أهل البدع، هذا من علامات النبوة أنه أخبر عن هذا، من أهل البدع الآن من يؤخرون الإفطار ولا يفطرون حتى يروا النجوم، ما يفطرون حتى يظلم الجو ويروا النجوم، هذا بدعة، هذا ابتداع في الدين، وهذا يكرهه الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من الدين. الله جل وعلا يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وإلى غاية لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، غاية نهاية، نهاية الصيام غروب الشمس. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني انتهى الصيام، سواء أكل وشرب أو لم يأكل هو أفطر، بقاؤه على الصيام بعد غروب الشمس لا فائدة فيه، وليس هو عبادة لله عز وجل ولا يؤجر عليه، بل يأثم، لأنه مخالفة لما أمر الله به ولما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، يعني لا تزال هذه الأمة بخير ما دامت متمسكة بالسنة، والسنة الإفطار عند الغروب، فمن غير وزاد ولم يفطر عند الغروب فقد ابتدع، ابتدع في الدين ما ليس منه، فحينئذ يحصل الشر، لأن الشر إنما يأتي مع البدع والمحدثات، والخير يأتي مع العمل بالسنة والتمسك بالسنة. بقيت مسألة، وهي: ماذا يفطر عليه الصائم؟ ماذا يفطر عليه الصائم؟ الإفطار معناه أنه يتناول شيئا من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإفطار على التمر، على الرطب، وهو أول التمر، فإن لم يكن رطب فعلى تمر وهو الجاف، وهو ثمر النخل الجاف أو المجفف، هذا يسمى التمر، أما أوله هذا يسمى رطبا، وهزي علي إليك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أول صلاح، أول صلاح ثمر النخل يسمى الرطب، فإذا تجفف سمي تمرا، فإذا كان وقت الرطب فالسنة أنك تفطر على رطبات، على رطبات، على ثلاث تمرات، خمس تمرات، يعني تفطر على وتر، وإذا كان ما هو وقت الرطب تفطر على التمر، التمر المجفف، هذا هو الأفضل، لأن التمر فيه فائدة للمعدة، المعدة الخالية من الصيام يكون أول ما يرد إليها التمر أو الرطب، هذا فيه فائدة صحية، فيه فائدة صحية للمعدة، لأنه من أحسن الحلوى، تمر من أحسن الحلوى. فإذا لم يجد رطبا ولا تمرا فإنه يشرب الماء، لأن الماء طهور يطهر المعدة، وفيه فائدة صحية. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات أفطر على الماء، حسوات من الماء عليه الصلاة والسلام، فيجعل بدل التمر الماء، أولا التمر إذا وجد هذا أحسن، فإذا لم يجد فإنه يشرب الماء على المعدة، يكون أول ما يرد عليها الماء وهو طهور، ثم بعد ذلك يأكل ما شاء مما تيسر له، يتعشى بعد ما يصلي المغرب، تعشى
لكن الكلام الآن على الإفطار، وهو أول ما يتناوله الصائم. فإذا كان يجد الماء يجد التمر يفطر على التمر، إذا كان ما يجد التمر يفطر على ماء، إذا كان ما يجد الماء يفطر على ما تيسر له من المأكولات، ولا يبقى صائما ولا يبالغ في الإفطار مثل ما يفعل بعض الناس، يبالغون في تناول الأنواع من الأطعمة ومن المأكولات، هذا خلاف السنة. السنة أنك تفطر على رطبات أو تمرات أو تشرب ماء ثم تقوم إلى الصلاة مع الجماعة، ثم إذا صليت ترجع وتتعشى بما تيسر لك، تأكل ما يسر الله العشاء. العشاء غير الفطور، العشاء غير الإفطار، الإفطار قبل الصلاة عند غروب الشمس، والعشاء يكون بعد الصلاة، هذا يسمى عشاء ولا يسمى إفطارا. بعض الناس يجمع بينهن بين العشاء والإفطار، ولا يقوم إلا وهو شبعان ويأخر الصلاة أو يترك صلاة الجماعة ويبقى يأكل، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، بل فيه تضييع لصلاة الجماعة وهي واجبة على المسلم، فينبغي مراعاة هذا، مراعاة آداب الفطر. أولاً أنه يعجل إذا تحقق غروب الشمس ولا يؤخره، ثانياً أنه يفطر على التمر إذا تيسر، ويكون تمراً يسيراً عدد من التمرات، فإذا لم يجد يشرب ماءً لأنه طيب وطهور، ثم يقوم إلى الصلاة، ثم بعد الصلاة يتعشى، هذا هو السنة، هذا هو السنة. ولا يجلس يأكل ويتعشى ويترك الصلاة مع الجماعة. بقيت مسألة وهي مسألة الوصال، الوصال، لأن المسلم لا يفطر عند غروب الشمس بل يواصل بين اليومين والثلاثة من غير إفطار، يواصل بين اليومين والثلاثة من غير إفطار ومن غير سحور، يصوم أياماً متعددة متواصلة ليس فيها إفطار ولا سحور. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وأمر بالإفطار عند غروب الشمس كما سمعتم، لأن هذا أرفق بالمسلم، والوصال فيه إرهاق وفيه تعب، والله جل وعلا يحب لعباده اليسر ولا يرضى عن الشيء الذي فيه حرج عليهم أو يشق عليهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو صوم اليومين والثلاثة متواصلة من غير إفطار ومن غير سحور، والنهي يقتضي التحريم، هذا هو الأصل، أو يقتضي الكراهة، كراهة التنزيه. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يواصل بين الأيام ولا يفطر، أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص به، أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنكم لستم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله يغنيه عن الإفطار بالطعام والشراب، يغنيه بشيء من عنده ويقويه على الوصال. قيل معناه أنه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة، وقيل معناه أنه يتلذذ بطاعة الله عز وجل ويغنيه ذلك عن الطعام والشراب، ولا يحتاج إلى الطعام والشراب، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الوصال رفقا بنا، رحمة بنا،
فلما رآهم صلى الله عليه وسلم لم ينتهوا عن الوصال، لم ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم، كالمنكل لهم أي المؤدب لهم، لما لم يقبلوا أمره صلى الله عليه وسلم بالإفطار وينتهوا عن الوصال، أراد أن يؤدبهم ويواصل بهم حتى يشق ذلك عليهم. قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم لما لم ينتهوا عن الوصال. الحاصل أن المسلم لا ينبغي له الوصال، لا ينبغي له الوصال. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع من الوصال وأنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم والبطلان. القول الثاني أن الوصال جائز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالوصال جائز أن تواصل اليومين والثلاثة من غير إفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وهو الصحيح والراجح أنه يجوز الوصال إلى السحر، يجوز الوصال إلى السحر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني تجاوز الإفطار ويبقى ليله صائما، لكن إذا جاء السحر يتسحر، يفصل بين اليومين بالسحور، لأن ذلك أرفق به وأقوى له على العبادة. أما أنه لا يتسحر، لا يفطر ولا يتسحر أياما، فهذا فيه حرج، فيه مشقة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يواصل، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بشيء وخالفه بالفعل فعل غيره، هذا خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، أنه يجوز الوصال إلى السحر فقط، ولا يجوز وصال اليومين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكرهه لأصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا حث منه صلى الله عليه وسلم على التسحر آخر الليل. الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا. وقبلها أباح الجماع بالليل، الآن باشروهن ابتغوا ما كتب الله لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا فيه استحباب تأخير السحور، تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، هذا أفضل. أما اللي يتسحر وسط الليل وينام هذا خلاف السنة، لأن بعض الناس يسهر فإذا جاء آخر الليل أكل وملأ بطنه بيسميه السحور، وما هو سحور هذا، ثم ينام، ربما يترك صلاة الفجر مع الجماعة أو يتركها في وقتها ويصلي بعد خروج الوقت، هذا لا يجوز. المسلم ينام أول الليل يرتاح ثم يقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له وقت النزول الإلهي آخر الليل، صلي ما تيسر له ويدعو الله ويستغفر، والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون. فيقوم آخر الليل في رمضان وغيره، يقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له، يوتر ويكثر من الاستغفار، ويتسحر للصيام، يتسحر للصيام آخر شيء، إذا أقبل طلوع الفجر يتسحر قبل طلوع الفجر،
هذه هي السنة، هذه هي السنة. تسحروا، والسحور أو السحور بالضم، السحور هو الأكلة التي عند طلوع الفجر من أجل الصيام، هذا هو السحور، الأكلة التي تكون في آخر الليل قبيل طلوع الفجر، هذا هو السحور. أما اللي تسحر وسط الليل قبل ينام هذا ليس سحورا، هذا مخالف للسنة، ويترتب عليه ترك الواجب وهو صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة. قال: فإن في السحور بركة. السحور إذا نويت به التقوي على الصيام ففيه بركة، يبارك الله فيه ويصبح عونا لك على طاعة الله عز وجل، تؤجر عليه. شوف، تأكل وتؤجر، تأكل ما تشتهي وتؤجر على ذلك. لماذا؟ لأنك تنوي به التقوي على الصيام فتؤجر على ذلك. العادات تتحول إلى عبادات، إذا كان يستعان بها على طاعة الله صارت عبادات. النوم إذا نمت أول الليل من أجل أن تقوم آخر الليل تؤجر على النوم، تنام ولك أجر لأنك ناوي تتقوى بهذا النوم على قيام آخر الليل. فالعادات تكون عبادات تؤجر عليها إذا نويت بها الاستعانة على طاعة الله. الأكل إذا نويت به الاستعانة على الصيام يكون لك أجر، النوم إذا نويت به الاستعانة على قيام الليل يكون لك أجر، إذا نويت بالنوم حفظ صيامك من الغيبة والنميمة والقوة على الصيام، إذا نمت بالنهار، إذا نمت في النهار في القيلولة تؤجر على هذا. إذا نويت بهذه القيلولة حفظ الصيام والاستعانة على الصيام، ونويت أيضا بهذه القيلولة قيام الليل، لأن القيلولة تساعد على قيام الليل، أما إذا لم تنم بالنهار فإنك تستغرق النوم بالليل، إذا نمت بالنهار خف عليك النوم بالليل. فإذا نويت بالقيلولة الاستعانة على طاعة الله تكون عبادة تؤجر عليها. تسحروا فإن في السحور بركة، لأنه طاعة لله عز وجل وامتثال لأمر الله. وكلوا واشربوا، هذا أمر، كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا، هذا أمر، فكونك تسحر أفضل ويكون لك أجر. أما لو صمت من دون سحور الصيام يصح لكنه خلاف السنة، خلاف الأفضل. تسحر، كل واشرب لأجل تستعين به على الصيام في النهار، وفيه بركة، يكون هذا الطعام مباركا يؤثر عليك الخير ويكون عونا لك على طاعة الله عز وجل. أما الذي لا ينوي بالأكل والشرب، لا ينوي به التقوي على الطاعة، فإنه يكون هذا الأكل والشرب مكسلا له ومثبطا له عن العبادة، الشبع المفرط وتناول الشهوات. وإن كانت مباحة، الإكثار من تناول الشهوات المباحة منهي عنه لأنه إسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خير الأمور الوسط، فلا تحرم نفسك مما أباح الله لها ولا تعطيها كل ما تشتهي، بل توسط في هذا، الوسط هو الخير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن عبارة، عن عبارة قالها بعض الناس قديما. أهل الضلال يقولون طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف أعلم،
وأحكم، هذا غلط عكس الصحيح. الصحيح أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم. وهؤلاء الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، هذا تناقض، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، ولا تحصل السلامة مع الجهل. فهؤلاء يجهلون السلف ويزعمون أن الخلف أعلم منهم، وهذا غلط، بل السلف أسلم وأعلم وأحكم. ومن كان من الخلف، من كان من الخلف على طريقة السلف فحكمه حكمهم، أما من خالفهم فهو من أهل الضلال. نعم. هذا يقول: كيف الجمع بين الحث على تعجيل الفطور والوصال؟ يقول: يا أخي، تعجيل الفطور هذا هو السنة وهو الأفضل، أما الوصال فهو مكروه، ما بينهن تعارض. تعجيل الفطور هذا هو السنة وهو الأفضل، وتأخير الإفطار والوصال هذا مكروه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يقول: إن فيه طائفة من الشباب يفطرون قبل الناس، يفطرون قبل الناس في البلد بزعمهم إنهم على حق وإن الناس على خطأ. هذا لا يجوز يا عباد الله، الاختلاف لا يجوز. تصوم مع المسلمين وتفطر مع المسلمين ولا تختلف عنهم، والمسلمون على خير إن شاء الله، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كنت في بلد فإنك تصوم مع المسلمين وتفطر مع المسلمين ولا تخالفهم، لأن الخلاف شر. نعم. يقول: عند قراءتي للقرآن أمر بآيات يؤمر فيها بالتسبيح والتحميد والحديث بنعمة الله وغير ذلك من المواضع، فهل أحمد الله أثناء ذلك؟ نعم، إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة تسأل الله، يا ذكر الرحمة تسأل الله، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار وذكر العذاب تستعيذ بالله، وإذا مررت بآية تأمر بالتسبيح أو تكبير الله عز وجل تسبحه وتكبره، لا بأس بذلك. نعم. مسألة الأجورات والمعاملات ما هو بهذا وقتها. نعم. يقول: ما الفرق بين الأخذ بالحساب في توقيت الصلاة وعدم الأخذ به في الصيام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فلا نخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالحساب. أما توقيت الصلاة هذا يرى ويشاهد، تشوف الفجر إذا طلع وتشوف الشمس إذا غربت وتشوف الشفق إذا غاب، أمور مشاهدة تمشي عليها، تدرك بالحساب وتعرف بالحساب. أما الصيام فإنه خاص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، معنى هذا أننا نعتمد على الهلال فقط، هذا المقصود. نعم. هذا يسأل عن الاعتكاف. الاعتكاف هو البقاء في المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجماعة، البقاء فيه لعبادة الله، المكث فيه لعبادة الله، تمكث أيام أو ليالي في المسجد للصلاة والقراءة القرآن والذكر، هذا هو الاعتكاف، هذا عبادة. الاعتكاف عبادة، لأنه لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، ففيه الأجر وفيه الثواب. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم انتقل إلى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وبقي على ذلك حتى توفاه الله، يعتكف العشر الأواخر، يعني يجلس في المسجد الليل والنهار ولا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ثم يرجع إلى معتكفه ويشتغل بطاعة الله عز وجل، هذا هو المطلوب. نعم.
هذا يسأل عن الكفارة في الجماع في نهار رمضان، تجب على الزوج فقط أم على الزوجة أيضا؟ نعم، الجماع في نهار رمضان للصائم محرم، وإذا فعله بطل صيامه وصيام الزوجة، صيام الاثنين يبطل، ويجب على كل واحد منهما قضاء هذا اليوم، ويجب عليهما كل واحد منهما الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل والمرأة، إلا إذا كانت المرأة مكرها، إذا أكرهها وجامعها بدون اختيارها ودون رضاها ليس عليها شيء، المكره ليس عليه شيء، أما إذا كانت غير مكرهة منقادة معه عليها الكفارة. ألا يقول إنه في بلدنا يقوم الجماعة، يقوم المصلون بالتسبيح الجماعي بصوت مرتفع؟ نقول هذا بدعة، هذا بدعة. التسبيح مشروع، التسبيح بعد الصلاة مشروع، التسبيح والتحميد والتكبير 33، كل كلمة 33، وتختم تمام 100، لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هذا مستحب، لكن أفراد لا جماعات. أما بصوت واحد جماعي فهذا بدعة، إنما كل واحد يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100، لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كل واحد بنفسه بدون جماعة وبدون صوت مرتفع. نعم. ألا يقول عندنا عامة الناس يفطرون على الأذان وهو يتأخر عن غروب الشمس، ما الذي يدريك أنه يتأخر؟ ما عندك يقين أنه متأخر، وتصوم مع الناس كما ذكرنا وتفطر مع الناس ولا تشكك في صيام الناس وتشوش عليهم، ما دام ما عندك يقين فلا تخالف الناس، تشوش عليهم تقول أنهم يخالفون السنة وأنت ما تدري. الجماعة رحمة، كون الناس يكونون جماعة يفطرون جميع ويصومون جميع هذا رحمة، ما لم يتبين مخالفة، إذا تبينت مخالفة حينئذ تتبع الحق، تتبع الحق وتتبع السنة إذا تحققت هذا. نعم. ألا يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يزور قبور الأولياء والصالحين؟ وهذا ايش يقول؟ يدعوهم، يشد الرحال إليهم، يعني يسافر إلى القبور. هذا أما السفر لزيارة القبور هذه بدعة، حتى ولو كان المقصود الدعاء للميت هذه بدعة، ما يسافر من أجل زيارة القبور. وأما زيارة القبور بدون سفر فهذه فيها تفصيل، إن كان القصد منها إحياء السنة بالدعاء للميت والاعتبار للزائر يعتبر بالموت، يتذكر الآخرة ويدعو للأموات، هذه مشروعة مستحبة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان القصد من زيارة القبور دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات فهذه شرك، شرك أكبر يخرج من الملة، والذي يعمل هذا لا يصلى خلفه لأنه مشرك ولا تصح صلاته حتى يتوب إلى الله عز وجل، لأن دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بالأموات شرك، الذبح للأموات شرك بالله يخرج من الملة، فهذا ليس بمسلم حتى يتوب إلى الله عز وجل ولا يصلى خلفه. هذا سؤال عن شركة وبيع وشراء، ما هو هذا وقته. نعم. هل طواف الوداع موجود في العمرة؟
يقول لا، العمرة ليس لها طواف وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بأن يطوفوا للوداع، وإنما أمر الحجاج. طواف الوداع خاص بالحج، وهو واجب من واجبات الحج، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر المعتمرين أن يطوفوا للوداع. نعم. عليه يقول أن فيه جماعة يحذرون، أن يقول لا تستمع، لا تقرأ للوهابية. ما هي الوهابية؟ ما نعرف الوهابية حين. هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما فيها مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تسمى بالوهابية؟ دعوة الرسول دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك، هذا الذي دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا طريقة الرسول، ما هي بالوهابية. إذا كان الرسول وهابي هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نسمي الدعوة باسم صاحبها إلا إذا كان صاحبها مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، كالجهمية والمعتزلة والصوفية فالأشياء المحدثة ننسبها إلى أصحابها اللي أحدثوها، أما الأشياء التي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه تنسب إلى الرسول، قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما جاء بمخالفة للرسول، بينوا لنا، هاتوا لنا أنه خالف الرسول، ونحن نتبع الرسول ما نتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نتبع السنة، نعلن هذا ونشهد به إننا نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جئتم بشيء إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خالف الرسول فنحن نتبع الرسول، ولكن الحمد لله هذه دعوته موجودة، هذه كتبه موجودة، هذه كتب تلاميذه موجودة، ما فيها شيء ولله الحمد إلا الدعوة إلى السنة. فاتركوا عنكم هذا الكلام وهذه التلقيبات وهذه الأمور التي فيها التنفير عن قبول الحق، نحن هدفنا الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الشرك والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، إحياء السنة وإماتة البدعة، هذه طريقتنا وهذه دعوتنا. إن أدركتم علينا خطأ بينوه لنا جزاكم الله خيرا، أما مجرد الألقاب ومجرد التنفير هذا لا يجوز، هذا اتباع للهوى. ولا تستمع للمضللين اللي يقولون لك، إذا قالوا لك الوهابية قل ما هي الوهابية وضحوها لي، علشان إن كانت حق أتبعها وإن كانت باطلا أتركها، وضحوها لي، بينوها لي، هذه كتبهم موجودة جيبوها نقرأها، إن رأينا فيها مخالفة فإننا نترك المخالفة، وإن رأينا فيها حقا فنحن نطلب الحق مع الوهابية ومع غيرهم، هذا هو الواجب الذي يريد الحق. أما اللي يتبع الهوى هذا لا حيلة فيه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الذي يريد الحق ما يجد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن شاء الله ما يجد عنده إلا الحق. أنا ما أقول أنه معصوم، قد يخطي، إذا أخطأ نترك الخطأ، وما هو معصوم، ولا قال لنا اتبعون على كل شيء، يقول اتبعوا الحق، يقول اتبعوا الحق. أما إذا أخطأ العالم فنحن نتحاشى الخطأ وناخذ الصواب، هذا هو المطلوب. إحنا قلنا ما نجيب على مسألة البيع والشراء والتجارة، ألا يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله، وهناك من يأمرني بحلق اللحية وبالإسبال نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تحلق لحيتك ولا تسبل ثيابك، اتبع السنة وأنت على خير إن شاء الله، واصبر أنت إذا التزمت بالسنة تبي تلاقي أذى من الناس، فاصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، ما دمت على حق فاصبر على ما أصابك من أذى الناس ومن لوم الناس، أما إذا كنت على خطأ فارجع عن الخطأ. نعم.
هذا يقول كرامات الأولياء. كرامات الأولياء، نعم الأولياء لهم كرامات يجريها الله على أيديهم، وهي خوارق العادات، خوارق للعادات. الخوارق للعادات تجري على يد الأولياء وعلى يد السحرة والمشعوذين. فإذا شفنا واحد معه شيء خارق للعادة ننظر في عمله، إن كان عمله صالحا وهو متبع للسنة هذه كرامة أجراها الله على يده، أما إذا كان مخالفا للسنة هذا سحر وليس كرامة، هذا شعوذة، هذه من الشيطان وليست كرامة، إنما هي مخاريق شيطانية. أما المستقيم على طاعة الله الملتزم بعبادة الله هذا إذا جرى على يده شيء من الخوارق فهو من الله إعانة له، وليس هذا من الشيطان. هذا هو الفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق السحرة والدجالين والكذابين. النظر في حالة الشخص، هل هو مستقيم على طاعة الله وعبادة الله أو هو من أتباع الشيطان؟ نعم. هذا يقول هل ماء زمزم، يعني شرب ماء زمزم، يدخل في مناسك العمرة وإن لم أفعل فهل علي شيء؟ الشرب من ماء زمزم سنة مستحب لأنه ماء مبارك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه شرب من ماء زمزم. فإذا إذا كنت أحرمت بالعمرة أو بالحج ثم جئت وطفت وسعيت، طفت بالبيت 7 أشواط وصليت خلف المقام، قبل أن تذهب للسعي يستحب أن تشرب من ماء زمزم، إلا إذا كنت صائما، صائم لا يجوز له. أما إن كنت مفطرا فيستحب بعد الطواف والسعي للعمرة أو للحج، الطواف للعمرة أو للحج قبل أن تذهب إلى السعي أن تشرب من ماء زمزم، هذا سنة وليس واجبا، لو تركته فلا شيء عليك. هذا يقول رجل لا يصلي كل الفروض ولا يصوم كل رمضان حتى بلغ 40 سنة، ثم من الله عليه بالتوبة والالتزام والمحافظة، السؤال ما عليه فيما مضى؟ ما عليه شيء فيما مضى، عليه أنه يتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب. أما ما مضى وهو لا يصلي فهو ليس بمسلم، لكن لما تاب دخل في الإسلام فعليه أن يحافظ على الصلاة وعلى الصيام في المستقبل ولا يقضي ما فات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.